بسم الله الرحمن الرحيم. شغل النهارده ده جراميد معدن اسباني، بسم الله ما شاء الله، نفس مواصفات الكوري بالظبط. ده ملحق 10 في 20 و17 في 10 على حرف ال، وزرعنا هنا عمودين، خدناه على شكل كوخ من الامام بسم الله ما شاء الله، مع كمرات 12، مع تيوبات 60 30، مع خشب اندونيسي، مع عزل حراري، مع عزل مائي ده كوليسترول 4 مللي، مع طبقة حديد فوق العزل المائي، ومعانا خطوة بخطوة هنرجع بالفيديو لورا بسم الله ما شاء الله. ده 20 في 10. طبعا أفضل شيء في إنك تحط الأسياخ هذه في الصبة وتصب عليها، طبعا بنلحم فيها كلها، بنستخدمها معانا في الكاميرات بسم الله ما شاء الله. هنبدأ في تنزيل النزلات كل مترين كمرة 12. والآن تم تنزيل النزلات كمرات 12 كل مترين كمر، خدنا من هنا على شكل هرم حرف ال، ومن الجنب التاني ده على شكل 8 بسم الله ما شاء الله. وده كده من الداخل ان شاء الله، خدنا كله شدادات بسم الله ما شاء الله. طبعا الشدادات دي كويسه جدا، بتمسك الشغل ما تخليش الشغل يريح ولا اي شيء خالص، بتدي منظر جمالي برضو للحديد. خدنا هنا وقفات على الجدران من هنا عشان برضه تشيل الشغل معانا، طالما في جدار نستفاد منه، وهنا زرعنا كمر هنا عشان نخلي الحتة متر ونص في مترين دي يكون قطعة واحدة نربع الشغل معانا. طبعا البروز هنا داير مدار 30 سنتي، طلعين كمر 8، لحميني في الكمر 12. طبعا اول حاجه فرش، بنشد خيط على التيوب الاولاني ونعلم العلامه على نفس المستوى كله، بالاخر بنبدا الفرش على طول التيوب. والان تم فرش التيوبات، تيوبات 6 في 3 ملي وربع بسم الله ما شاء الله. جينا هنا زودنا هنا تيوب، تبدا زودنا الغرض ان احنا نلحم في الاسياخ اللي هي كانت مزروعه في الطبانه. زودناه كل التيوب ده كده داير المدار كله، حطينا فيه الأسياخ اللي هي اللي كانت مزروعة في الطبانة مش محصلة الكاميرات، بحيث إن الشغل يكون ماسك بعضه برضه في الطبانة. بسم الله ما شاء الله. خدنا هنا سياخ داير مدار، طبعا السيخ ده فايدته كويسة جدا، لأن يعني أنت بيسند الخشب وبيسند العازل، وفي نفس الوقت بتلحم فيه الشبكة اللي هي فوق. وبعد كده بتقص الزيادة دي كلها، يعني السيخ الطويل ده كده بيتقص في الآخر بعد التيوب اللي هو 20 30 اللي هو فوق العزل المائي ده، كده بيمسك الشبكة اللي هي فوق، وده كده كويس جدا جدا يعني. والآن بيتم تركيب الخشب، خشب عندنا 9 مللي بسم الله ما شاء الله. نور حسين. والآن تم تركيب الخشب في الملحق 20 في 10، ونبدأ في تركيب العزل المائي، بحيث إن لو المطر نزل أو أي شيء ميخربش الخشب. عدد كوبلستر 4 مللي، ده علينا تركيب الخشب في الجنب التاني، بس نركب العزل المائي الملحق الكبير الأول. وهنا خدنا البوابة على شكل 8 طالعة من الشوك، ونبدأ في تركيب العزل. طبعا اهم شيء في شغل الجراميد الزاويه المدفونه دي يهتم بيها،
لان دي المشكله كلها بتيجي من الزبده المدفونه دي، لان هي زي نظام مزراب بس مدفون جوه الشو. طبعا بناخد لها بكره لحالها، وبعد كده بنجيب العزل التاني عليها، يعني بتعزل مرتين، فكده مستحيل تجيب ميه باذن الله. دي كده نفس المدفونة دي كده برضو ما شاء الله خدناها كده اتنين، بقت حاجة كويسة جدا ما شاء الله. طبعا بنرفع العازل 10 سنتي وزود النار وبيداس عليه بالمسطرية، طلع الغيرة يلحم في بعضه، فده مستحيل ان شاء الله يتفك. بسم الله ما شاء الله. شغل العزل الباقي ده، العزل ده كله كامل ان شاء الله. وده انا نزل في المبسطات، مبسطات 3 في 3، 3 ملي في 3 سنتي. طبعا بنلحمها في الاسياخ اللي احنا كنا حاطينها في الامام. السيخ ده كويس جدا، بيخلي الشغل لا يتحرك ولا اي شيء خالص. المبسطة بتلحم فيه، وبنفرش عليها تيوبات، تيوبات حق الجراميل، تيوبات 15 30، وبعد كده بيركب العزل الحراري، وبعد كده بيركب الجرمي. بسم الله ما شاء الله. طبعا المبسط ده بيتاخد نفس الشكل الكاميرات اللي هي تحت. شكل الجو اليوم فيه مطرة، ويا ريت تيجي المطر حتى تختبر لنا العزل بحاجة كويسة، يبقى جاي من عند ربنا. طبعا الظهر ده خدناه قطعتين، طبقتين فوق بعض، عشان المبسط ده ما يقطعوش ولا أي شيء يصير فيه تسريب بعد كده. ما نبدأ فرش التيوبات، والآن بيتم اختبار المية قبل تركيب الجرامين. طبعا ده أهم شيء عندنا، الزاوية المدفونة دي أهم شيء في التسريب. كتر كده على البوابة يا حسين. وهنا بنبدأ في تركيب التيوبات، تيوبات 20 30 مللي وربع، كل 33.5 تيوب. مقاس الحبة، مقاس الكوري، اركب جراميل اسباني. طبعا الجراميل ده جراميل معدن اسباني. وده كده من الداخل بعد اختبار الميه. بسم الله ما شاء الله، ولا في اي تسريب ولا اي شيء خالص. طبعا لو في تسريب بيبان على الجدران ويبان على الارض. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي الزاويه المدفونه. طبعا وقفنا وقفات على الجدار كلها تشيل الشغل معانا. بسم الله ما شاء الله. طبعا البروز ده كويس جدا، بيخلي المية تطلع بره الجدار خالص، مفيش مية تيجي على الجدار. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ده كده المدخل على شكل كوخ. طبعا المايه كلها طلع بره الجدار. ولما يتم تركيب العزل الحراري وتركيب الجراميد، جراميد معدن اسباني نفس مواصفات الكوري،
وأرخص من الكوري. بسم الله ما شاء الله. ايه اللي بيحبك كده حسين؟ بسم الله ما شاء الله. صناعة اسبانية بصفر 40. حاضر يا باشا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الجراميد ده كويس جدا جدا، هو الاسباني ده يعني مفيش ولا اي حبه ما شاء الله فيها تانية ولا اي شيء خالص، قوي جدا تحت رجلك ولا يتنى ولا اي شيء خالص. بسم الله ما شاء الله. نهدى على الوشك الانتهاء من تركيب الجراميد. بسم الله ما شاء الله. والآن تم تركيب الجراميد. بسم الله ما شاء الله. وكده قاعد على تركيب الزوايا. طريقة عمل الكف الزاوية. ابني بقى التمام، تشد طبعا القصات دي في بعضها بسمار. الزيادات دي كلها طبعا بتتقص بالصاروخ. ان شاء الله يطلع مسكر قدام رسم الكف بالظبط. تمام. وبعد كده بنشد على الحديد. ولما يتم تركيب الزوايا طبعا الزوايا بندقها بشكل صغير عشان تتقفل كل الفتحات دي كلها، ما يكونش فيها فتحات ولا اي شيء خالص. بسم الله ما شاء الله. والان تم تركيب الزوايا. بسم الله ما شاء الله. وتم تقفيل التجميع بسيليكون. الله ينور حسين. بيع علينا تغسيل الشغل بالمية. الآن بيتم قص الماسورة. طلع نفس الماسورة دي. بسم الله ما شاء الله. ده كده الماسورة تقصر. ممكن يتلبس جبس أو يتليس أو يتلبس حجر أو بلاط عادي ما فيه مشكلة. والآن بيتم تغسيل الشغل بالمية. وده الاختبار الثاني للمية، وفي تسريب ولا اي شيء خالص. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. من مميزات البروز اللي هو الخارجي ان هو يطلع الميه بره الجدار خالص، ما يخليش الميه تيجي على الجدار. طبعا ده حاجه كويسه جدا، ما كانتش رطوبه في الجدار ولا اي شيء خالص.
وده كده من الداخل بعد اختبار المية. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا دي الزاوية المدفونة، طبعا وقفنا هنا وقفات على الجدار كلها تشيل الشغل معانا. بسم الله ما شاء الله. وبكده يكون انتهى العمل. بسم الله ما شاء الله. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل جديد. بسم الله ما شاء الله. نشكركم على المتابعة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب.